وابننا الحبيب الذي سأل خريج كلية التربية يقول بأنه يعني في بداية الالتزام وبداية طريق الهداية، أسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يشرح صدره وأن يثبت شبابنا وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يجنبنا وإياهم فتن الشهوات والشبهات، إنه على كل شيء قدير. يقول بأنه حاول خشوع في الصلاة. طيب، حاول اجتهد واعلم بأن الخشوع في الصلاة لا يأتي بالتنظير، يعني لا يأتي بالكلام النظري، كلام النظر لوحده لن تحصل بسببه الخشوع في القلب، لأن الخشوع يحتاج عمل قلبي، لأن الخشوع عمل قلبي، وعمل القلب يحتاج إلى عمل، عمل القلب يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى ذكر وإلى صلاة. وإلى الصلاة ممكن تخشع بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، بحسب حالك أنت مع ربك. يحتاج إلى ذكر، يحتاج إلى استغفار، يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى أمر بمعروف وإلى نهي عن منكر، يحتاج عمل، لابد أن تعمل. ثم بعد ذلك يرق القلب وتدمع العين، ويعني تحدث قشعريرة في الجلد وفي البدن. كل هذا لا يأتي بالكلام النظري، وإنما يأتي بالسلوك العملي والتطبيق العملي إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقني وإياك وإخواني وأخواتي الخشوع. لكن هو يسأل عن مسألة خطيرة جدا، مسألة الهواجس والوساوس الشيطانية التي تأتي متعلقة برب العزة، تتعلق بسب رب العزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك أخي الحبيب، إذا كانت هذه الوساوس والهواجس الشيطانية لا تتحول إلى كلمات أو إلى أفعال، فلا تقلق ولا تنزعج. أقول لك تاني، هذه بشرة جميلة. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الوساوس أو الهواجس أو الخواطر، سأل الصحابة رسول الله عن هذا، والحديث في صحيح مسلم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أما وقد وجدتموه؟ أما وقد وجدتموه؟ يعني وجدتم هذه الهواجس والوساوس، لكنكم تخشون منها وتخافون منها أن تنطق بها الألسنة أو أن تحولها الجوارح إلى عمل، أما وقد وجدتموه؟ أما وقد وجدتموه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذلك محض الإيمان. الله أكبر. قال: ذلك محض الإيمان. الشيطان لم يعد يجد سبيلا إلا هذا السبيل، يعني يحاول مع العبد من جميع الجوانب والطرقات، لا يدع الشيطان سبيلا إلا ويسلكه، كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها. يا الله، قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ فعصاه فأسلم. الله الله الله، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فإن المهاجر كالفرس يستن في طوله، أو يستن في الطول، يعني المهاجر في بلاد الهجرة مقيد كالفرس المقيد في القيد. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن مات على ذلك، فمن مات منهم على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يا سلام على البشرة الجميلة دي، فمن مات منهم على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الشاهد أن الشيطان لن يتركك أبدا، سيقعد لك في كل طريق، في كل طريق خير، في كل طريق طاعة. ما هو بيقول لك: الله، طب ما بروحش للجماعة اللي في الخمرات ليه؟ الله، يروح لهم ليه؟ هيروح للخمرات ليه؟ ما هم بيقولوا لابن عباس رضوان الله عليهما، بيقولوا يا ابن عباس: تزعم اليهود أنها لا توسوس في صلاتها، أما بيصلوا ما بيوسوس لهمش الشيطان. فقال ابن عباس: وهل يوسوس الشيطان إلى شيطان؟ ما المسائل خلصانة، إنما أنت رايح طاعة يوافلك على طريق الطاعة، إنما اللي في الزنا هو وصله وترك خلاص، اللي بيشرب الخمر وصله وترك خلاص، اللي طلق امرأة وصله إلى هذا وتركه، إنما اللي على طاعة ده اللي واقف له بالمرصاد مش عاوز يعني يدخل إلى هذا الطريق أو يستمر في هذا الطريق. فالشاهد يأتي ليوسوس للعبد، يوسوس له بوساوس خطيرة تتعلق برب العزة سبحانه وتعالى. طب وربنا خلق السماء وخلق الأرض، من خلق الله؟ يجي له كده، يقول: من خلق الله؟ طب وربنا بيأكل إيه؟ ربنا بيشرب إيه؟ وهكذا وساوس، إلى حد أن تصل إلى وساوس شيطانية خبيثة للسب في رب العزة تبارك وتعالى. وساوس يقذفها الشيطان في القلب
لعبد مرعوب خايف، زي ما سأل الأخ وسمعتم السؤال، في رعب في فزع خايف، تتلفظ اللسان بفضل الله لا يتلفظ، ولا الأعمال تترجم فعلا من أفلها. ده بيصلي وبيحاول يخشع في الصلاة وبيبكي وبيجدد التوبة والأوبة، ولما الهواجس بتأتيه بيترعب، بيبقى في حالة رعب. آه أبشر يا أخي، لا تخف لا تخف. طب أعمل إيه؟ آه خلي بالك بقى من اللي تعمله، كن دائما على وضوء، كن دائما على وضوء، فالوضوء سلاحك، الوضوء سلاحك، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، خلي بالك ده. الأمر الثاني، أكثر من الاستعاذة، أكثر من الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، أكثر من الاستعاذة. الأمر الثالث، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الرابع، حافظ على مجلس من مجالس العلم، وهنصحك أن تحرص على درس العقيدة، درس العقيدة على شاشة قناة الرحمة يوم الأربعاء، جبريل يسأل والنبي يجيب، لأنك محتاج تثبت عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان في قلبك، ولن يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي الأصيل الصحيح، قال الله قال الرسول، قال الله هو ده العلم الشرعي الأصيل الصحيح، قال الله قال الرسول. فمحتاج تتعلم عن الله وعن رسول الله، وتدعم وتثبت الإيمان وتجدد الإيمان وعقيدة التوحيد في قلبك، ولن يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي الصحيح المنضبط بالقرآن والسنة. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، خلي بالك، قال الله فاعلم وبعدين واستغفر بعد كده، يبقى في أمر بالعلم وأمر بالعمل، أمر بالعلم في قول فاعلم، وأمر بالعمل في قوله تعالى واستغفر. فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يذهب عنه وعن قلبك هذه الوساوس والهواجس والخواطر، وأن يثبتني وإياك وإخواني وأخواتي جميعا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه.